يعني انت شايف لو الاهلي خد الدوري يبقى هياخده بسبب التحكيم. التحكيم رقم واحد من الوقت، التحكيم الامل الوحيد للنادي الاهلي اللي هو ياخد الدوري السنه دي هو التحكيم. السؤال بقى يا كابتن، الناس بتقوله لك، هو انت ليه بتكره النادي الاهلي كده؟ والله ما بكرهه، بالعكس ده النادي الاهلي نادي كبير والله، امال ليه ولا بكرهه ولا اي حاجه. كل ما في الامر ان انا شايف الجيل ده في الاهلي مش جيل قوي ولا اي حاجه. طيب طب انا اقول لك على حاجه، في جيل في الاهلي كان من بعد ما الزمالك اخد 2004، فاكر لما الزمالك اخد دوري 2004؟ تمام. في جيل في الاهلي اللي هو الجيل بقى بتاع ابو تريكه وبتاع، وعماد النحاس والشل، بص كل دول من 2004 ل 2008 الزمالك ما كانش يستاهل ياخد اي بطوله اصلا. من 2004 ل 2000، انا بقول لك اهو، من 2004 ل 2008 الزمالك ما كانش ياخد اي بطوله طول ما كانت المجموعه بتاعت الاهلي دي موجوده. انا كنت ساعتها في المصري ولحقت سنتين منهم يعني. انت فاهمني؟ يعني انت شايف ان انت ما بتكرهش الاهلي؟ لا انا بحب الاهلي. لا طبعا، لا طبعا، هو الاهلي، لا يا جماعه الاهلي طبعا نادي كبير، ما فيش حاجه اسمها بتكره الاهلي، بس انا شايف مصلحه فرقتي اللي لازم اساندها في كل الاوقات. ما انا لازم اساند الزمالك. وانت مصلحه فرقتك الزمالك؟ طبعا. انت سنة زملكاوي يا كابتن. بص انا ما بحبش اضحك على حد، انا كنت جاي النادي الزمالك، كنت بشجع ساعتها النادي المصري لغايه لما جيت نادي الزمالك، وشفت قد ايه الجمهور بتاعهم من جمهور نظيف، شفت قد ايه الادارات بتتعب، قد ايه النادي ده بيتعب نفسه، قد ايه اللي هو بيتحارب من كذا كذا جهه وهو صامت برضه لغايه دلوقتي في مكانه. بصراحه بقيت زملكاوي بقى، هكلمك بامانه. بقيت زملكاوي. لا يعني ممكن نقول الكابتن عمرو كان اهلاوي يعني؟ كنت بشجع المصري. بحسه كنت اهلاوي. لا اهلاوي مين؟ ما عندناش الكلام ده. بورسعيد ما عندناش الكلام ده. ليه؟ ده احنا واحد كلنا اسطوره. لا بس ما عندناش يعني من وانا صغير. طب انا اقول لك حاجه، الدوري 2004 قبل من دوري 2004 اللي اخده الزمالك، كنا ساعتها كنت ساعتها بلعب في الماتش، كنت كابتن الماتش المصري في الفرقه في الماتش ده، كنا بنلاعب الاهلي والاهلي كان بينافس الزمالك على الدوري، كان جوزيه كان اول دوري خسره ابو تريكه لو تفتكر. ايوه كان ساعتها ان احنا الاهلي هيلعب المصري في بورسعيد وبعد كده هيلاعب الزمالك في استاد الكورنيه الحربيه، اللي هم الجونين بتاع بشير التبعي وعبد الحليم وجون بتاع ابو تريكه، فاكره؟ أيوة. احنا كنا قابليه على طول المصري. المصري على طول، احنا ضيعنا من الاهلي الدوري 0-0 في بورسعيد. بس انت قلت لي معلومه كويسه جدا دلوقتي، اللي الاهلي خد الدوري هياخده بسبب التحكيم، والزمالك طبعا كسب الاسماعيلي يوم السبت، يبقى الدوري متواضع خلاص. ماشي، يبقى انت كده قلت لي حاجتين. طب السؤال بقى، قلت انا افضل مدافع في مصر. انا في بص انا هكلمك بامانه، وانا في المصري انا كنت كده فعلا، وكل اللي لعب عليها هيقول لك كده. وانا في المصري لما جيت الزمالك كان وائل جمعه بقى بدا ينضج وبقى كويس، بقى انا بقيت تحتيه. يعني تيجي تصنفني كده حضرتك، وائل جمعه، ابراهيم سعيد؟ لا وائل لا بص، ابراهيم سعيد احسن مدافع، امكانيات مدافع جه في تاريخ مصر. ما تقوليش بقى على اي مدافع تاني امكانيات، هو ابراهيم سعيد رقم واحد. ابراهيم سعيد ده رقم واحد، ده سرعه وقوه وكوره وكل حاجه انت عايزها، وشنبات وراس، كل حاجه انت عايزها. اللي قعدت جنبه بصراحه سنه في الزمالك استمتعت، اول سنه ليا معاه استمتعت بجد والله. فال لا ابراهيم سعيد ده لوحده، ده حاجه لوحدها دي. انت شايف نفسك ان انت احسن من وائل جمعه؟ لا لا، وائل جمعه كان احسن منه، هو في المرحله اللي بتاعت الزمالك كان وائل جمعه احسن. وائل جمعه احسن. طب انا بكلمك على مرحله المصري. طيب انت ممكن تشجع الاهلي في اي هو بيلعب فريق في افريقيا؟ لا عمرك ما هتشجع الاهلي؟ لا لا بص، انا بشجع مثلا برشلونه. تمام، لما ريال مدريد بياخد كاس دوري، ياخد دوري ابطال اوروبا، ولا كاني شايف حاجه، ولا كان اصلا حاجه حصلت بالنسبه لي. انت فاهمني؟ فانا بالنسبه لي انا بشجع الزمالك، ولا كان الاهلي اصلا ده موجود، ولا اخذ افريقيا، ولا اخذ كاس عالم، وما عنديش الكلام ده. يا نهار ابيض، الدرجات دي؟ يعني انت ما بتشجعش الاهلي؟ انا ما بشجعش الاهلي، بس بحترمه، نادي كبير، ده حاجه مفروغ منها يعني. لا ده نادي كبير، وقلت لك الاهلي من 2004 ل 2008 كان ياخد كل حاجه، 2009 كان ياخدها الاسماعيلي، 2010 و11 كان ياخد حسام حسن مع الزمالك الاثنين ده، لو كان في فار اصلا طب ساعتها. طب انا هعمل رهان معاك كده، هو الرهان
عامل اتفاق، لو الاهلي خد الدوري انا هعزمك بالتحكيم. بالتحكيم ايه يا كابتن؟ من غير التحكيم بقى. ما هي ماشي، لو اخدها يا عم من غير تحكيم يبقى ليك الكلام. ما انا هعزمك عزومه، وانت لو الاهلي كسب بقى، لو الزمالك خد الدوري اعزمني. ماشي ماشي، اتفقنا يا كابتن. ماشي 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 ماشي، حاضر خلاص.